السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجع معكم برضك في نفس السنة، في عارفة 78، وأنا في أبرستوس. كنت سكنت في أحد البيوت، كان صاحب البيت دكتور أخصائي تخدير يعمل في المستشفى، وكان زوجته إنسانة محترمة جدا، وكان عائلة محافظة، وأعطوني غرفة علشان أسكن هناك فيها، طبعا كلها مدفوعات الأجر. وكان لي احد اصدقائي اعتقد من موريشيوس او من بلد تانية، هي على علاقه ببنت من البنات اللي هم الانجليز اللي كانوا بيشتغلوا في ابرستوس، وكانت بتشتغل رقاصه في البلد وكانت معروفه هناك. فانا ما كنتش اعرف الفتاه دي خالص، وفي يوم من الايام وانا قاعد بذاكر الغرفه في البيت بتاع الطبيب ده، أنا لقيت الباب بيخبط والطبيب بيكلم مين انتي وبتاع ده، وهي جت معرفش جت ليه. المهم كانوا هم عارفينها، يعني الطبيب كان عارفها ومراته كانت عارفها، كانوا متضايقين جدا جدا ازاي واحدة رقاصة، خاصة كانت بترقص رقص بلدي شرقي، تيجي عندهم في البيت. فالمهم نزلت قابلتها واتكلمت معاها وخلاص الموضوع انتهى على كده ومشيت، معرفش يعني حتى ناسي هي كانت جاية عايزة ليه، كان ممكن متضايقة ولا متخانقة مع الشاب اللي كانت هي ماشيه معاه الى اخره. لكن شعرت في نظرات الدكتور ونظرات مراته انهم غير مرحبين بوجودي في البيت عندهم، فاعتذرت لهم ورحت واجرت مكان تاني. هنا في رساله واضحه جدا جدا جدا، في بعض الناس من البلهاء يقول لك ان الناس في الغرب ما عندهمش قيم، ما عندهمش دين، ما عندهمش اخلاق، ما عندهمش ثقافه، ما عندهمش عرف. لا، عندهم دين وقيم وأخلاق، لدرجة في بعض الأحيان للتعصب الديني. فحذاري أنك تشوف بعض الصور اللي أنت بتشوفها عن اللي هو العلاقة بين البنات والصبيان، عن الشرب والحاجات دي، وتقول هذا مجتمع غير متدين. كل المجتمعات في العالم متدينة، وأكثر المجتمعات المتدينة اللي أنا شفتها وخبرتها في حياتي هي المجتمعات الغربية، ولكن هم بيسمحوا بجزء من الحرية لمن أراد أن يخرج. يعني حينما يشتد الوطيس يرجع كل الدين إلى درجة التطرف ودرجة العنصرية. لذلك الشباب اللي هم السذج من أبنائنا يعني لا ينظروا على أن الغرب يعني فسحة مع فتاة أو كوباية خمرة أو رقصة أو إلى آخره، أو مجرد شذوذ. أبدا، الغرب عمل اجتهاد وجد ولهو في نفس الوقت، بيحاول يوازنه ما بين الأربعة. وتعلمت من هذا الموقف أن أنا يعني أحترم العادات والتقاليد بتاعت الناس، وحتى لو ظننت أن الناس دول يعني ليسوا على نفس الخلق ونفس القيم بتاعتك كمسلم. لا، هم عندهم قيم وعندهم خلق وعندهم مجتمع بيحافظوا عليه. وده الدرس اللي أنا بقول للشباب، حينما تذهبوا لمثل هذه الأماكن تعرفوا أن هؤلاء الناس لهم دين يختلف عن ديننا، بيحاولوا يحافظوا عليه، يحافظوا على قيمهم أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.